هذا وتوجت الجزائر بجائزة لبيتم لإتمام استصدار تأشيرات الحج قبل الآجال المحددة في فئة مكاتب الحجاج الكبرى، وذلك خلال الحفل الختامي لموسم الحج لهذا العام بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي. ها هي جهود الجزائر في تأطير عملية الحج لهذا الموسم، وهي إضافة جديدة لإنجازات بلادنا. تبوأت الجزائر جائزة كبيرة وهي جائزة لبيتم، ونحن بحمد الله تعالى ضمن البعثات المتقدمة خاصة في المجال الذي نلنا فيه الجائزة. فهنيئا لكل إخواني الذين ساهموا في هذا الإنجاز وهذه الجهود المباركة من كل القطاعات العاملة معنا في التحضير لعملية الحج، وكل أعضاء بعثة الجزائر بعثة مكتب شؤون حجاج الجزائر. هنيئا لنا، وإن شاء الله إلى مزيد من التألق والعمل المستمر. ومن هنا نستطيع أن نقول بأننا حظينا بامتيازات، منها الثبات على كثير من الأشياء التي كنا عهدنا العمل عليها، وسنطور عملنا في الموسم القادم الذي بدأ من اليوم إن شاء الله. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.